سلام البنات، مبروك عيدكم. كي عيدتو نتمنى تكونوا عيدتو مزيان. حنا الحمد لله اجواء ماشي بحال في المغرب، ولكن الحمد لله كنحاولوا نعيشوا الاجواء. اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديالي. اليوم عطله ما خدامش، عيد هنايا، عيد وطني، دونك بغيت نستغل بزاف ديال الحاجات. غادي نبدا الاول، غادي ندير واحد صلصه بيستو كتعجبني تكون عندي في الدار. كندهنو بها طوستادات ديال الخبز، ولا كناكلوها مع لا سالاد، ولا كناكومبانيوها مع المشاوي. وعندي هنايا جبت البارح دجاجه من الكونجيلاتور. غادي نشرملها وغادي نحمرها نديرها في الفران، ولكن غادي نغسلها شويه. مشيت للثلاجه ما لقيتش الحامض بزاف، كانت عندي هاد الليمه وهذه، ولكن معليش نقضي بها حاجه. وغادي نعدل هاد القزبر، نيت هو النيت باش ما يفسدش، غادي نستغلو في البيستو. وها نتوما معايا معكم، نتمنى تكونوا عيدتو مزيان البنات، والاجواء العائليه مليحه وفي سعاده. هذا هو المهم، ماشي العيد هو ذبح وكل لحم، نو، الاجواء العائليه هي لا بلو امبورطونت. هنا عندي القزبر والمعدنوس، غادي نغسلو نخليه يقطر باش على ما نصاوب الدجاجه غادي يكون قطر ونستغلو. مع البارح شريت قزبر طري من واحد الحانوت، واحد الحوينيته صغيره كاتبين فيها فين كادي اخوان، دي اخوان داروا لها بالايكغيك، ما جيب الخوطه ماشي بالجي، ولكن كيبان طري. دونك غادي نستغل هذا اللي عندي، نطحنو كامل ونحيدو النيت من الطريق. غادي نخليه هنا يقطر. هذه طويصه ديال البلاستيك فيها الشبيكه ديالها باش تقطر لينا كاع الماء ديالو، يقطر ويكون نظيف فاش غادي نوضو نطحنوه. وغادي ندير التويمه هنا، هادشي اللي كيعصبني في هاد الباطا انها ما كتفتحش دغيا. غادي ندير فيها التويمه، غادي نديرها نتوما بحال الا داز الوقت ديالها. دابا كتبان خاويه، كنعقل في البلاد الوليد كان كيغرسها في هذا الوقت، جو كخوا شهر 8 وشهر 9 كنا كنغرسوها جديده، والله ما عقلت، ولكن كنعقل بان في هذه الوقيته ديال الصيف كتبدا كتخوا. شحال كيحن بنادم الايام زمان، ايام الطبيعه والكامبو وكل شيء بلدي. فاش كنكونوا صغار ما عرفتش كيفاش كنقولوا لها، كيبان ما كنشوفوش بنفس العينين المسائل وما كنقدروهاش. حتى كيكبر بنادم عاد كي يرد البال. غادي نحيد لها درويس باش نستغلها، لان داك المخ قالك هو اللي هاد المخ كي نحيدو لها المخيخ. غادي نقي شي شويه، غادي بقى مزيانه. غادي نقي الدجاج ولا البيستو بجوج.
هذا الفيديو بديته على الله زعما ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم راه فكرت شنو ندير ولا قلت راه نبدا معاهم مسائل عاديه طبيعيه كما كنعيشها بلا زواق بلا تمثيل بلا هو الغرض من اليوتيوب بالنسبه ليا انا هو اننا نشاركوا الحياه ديالنا باش الناس تستافد نتعلموا حتى حنا كنشوفوا فيديوهات الناس اخرين هذا هو الغرض ومنها الواحد يدير الهوايه ديالو ان كل واحد عنده هوايته غادي نحل هذا الدجاجه غادي نحيد هذا هذا بلاتي ونصايبو هذا طري غزال حيد له هاد لما فيه ما يتصاوب ها طري شريته البارح حيد له غير هادو الليلاويين صافي كيبان لي نقيقي ودابا البنات غادي نضرب واحد الغسله لهذا الفروج بالحامض والملحه الملحه اللي عندي انا ما عنديش البيضاء عندي الغوزيه غادي نغسل بها باش تحيد له كاع ديك الزفوريه ونتلاقاو من بعد دابا غادي ندير البيستو غادي نهز شويه ديال الدرقاع انا واحد شويه ديال الدرقاع هنايا كيعجبني البيستو ندير فيه فهو كاين الجفا اللي بغيتو راه حتى اللوز درتو واحد المره باللوز وعجبنا جا نفس الشيء ندير البيستو نحيدو ديك الساعه نشرب الدجاجه صافي غير هادي غادي نقطع شويه ديال الربيع انا عندي القزبر المعدنوس غادي نهز غادي نكثر المعدنوس لان كيعجبني المعدنوس من بعد ما عرفت الفوائد ديالو كنفضل المعدنوس على القزبر واخا القزبر فيه الريحه زوينه ديرو هكا غادي نقطع كلشي باش نحيد شويه الدجاج غادي نقطعو كامل ونطحنو مع الثومه ومن بعد عاد نحيد لي ندير الدجاج وندير البيستو باش نستغل الجوج حوايج نقطعو بطريقه عشوائيه راه غادي تطحن ثم غادي نعصر ديما
هاد الليمه ما فيهاش كاع الماء بزاف، فيها اللحم اكثر من الماء. صافي غادي نطحن هذا لان حتى الحامض غادي نستعملو فيه. نشرب واحد الكاس الماء بعدا. البنات غادي نطحن هذا باش ما نديرش صداع، غادي نطحنو هكا باش نحيد شويه الدجاج. وهانتوما معايا البنات، هانتوما طحنتو، حيدت شويه الدجاج، ما طحنتوش بزاف لان غادي نزيد دابا في الفيتو، غادي نزيد سبيناك بيبي، غادي ندير واحد شويه لان سبيناك غنيه بالفايبر فيها المعادن، فيها الفيبرا، فيها لا بروتيين، فيها حسنا نحاولوا نضيفوها في الاكل ديالنا. غادي ندير القرقع، البيستو زوين البنات، الا ما عندكمش القرقع ديروا اللوز، راه حتى اللوز كيجي زوين، راه انا كنديرها باللوز، الفواكه الجافه كلها صحيه مادام انها تكون ناتوريل بلا سكر ولا بلا ملحه. غادي ندير شويه ديال الزعتر، فيها الثوم، وغندير شويه ملحه لان السبيناك راه مالحه والمعدنوس راه حتى هو كيكون مالح. وغادي ندير الزيت البلديه، ندير زيت البلديه لان زيت البلديه غادي تحافظ عليه ما يبانش، يصبر لينا سيمانه، الا دوزنا سيمانه ما غاديش يدوز سيمانه. المهم غادي نطحنو، غادي نوريكم البنات. هانا طحنتها، زويتها بلديه، زدت لها البهاكا، ما كنتش نسيت بانني عندي يابسه حيت طريه ما بقات لياش، ولقيتها عندي وانا زدت لها شويه، كتعطيها واحد لوغو زوين. صافي غادي نديرها في نديرها في قريعه الزاج، وهي عندنا واجده في الثلاجه 3 ايام 4 ايام شحال ما دوزات. دابا غادي نديرو في طويصه صغيره ناكلوها اليوم. ريكو 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 بغيت شنها هامزه صحه نيام 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 نيام. البنات هانتوما غادي نشرم الدجاجه ديالي، هانتوما عاديه شويه الحامض مصير، زيت شويه من داك الربيع اللي طحنت، العطريه الدجاج مخلطه، شويه السكينجبير وشويه الشاونيه شويه الابزار ومليحه، مليحه نسيتها غادي نزيدها. هانا تفكرتها معاكم، هانتوما ها العطريه اللي درت، وهنا عندي ديال الدجاج مخلطه، كين كبير راه نسيت ما درتو، غادي نزيد شويه. صافي البنات، وغادي نخلط، غادي ندير شويه ماء حيت بغيت نرقدها شويه في هذا القوام، عاد ندير لها الزيت. طبيعة الحال غادي ندير الوانطي وغادي ندهن الدجاجه وغادي نخليها ترقد. وهنا راه حنا كنديروا شليضه باش ناكومبانيوها اليوم مع الدجاج ديالنا، نديروا شويه البطاطا، وبنتي كتعاوني هي اللي كتوجد الشلاضه، هي قطعت المطيشه، قطعت البصيله، قطعت لا سالاد، ودابا كتقطع الفكوس. تبارك الله عليك الزين ديالي، كنقول لها حتى تقطعي كلشي عاد ديري، كديري حبه حبه. كلها ولا بديتو
فهمتي؟ لا ديروا لها شويه الزيتون وشويه ديال الكيسو فيتا. الكيسو فيتا هذا الفرماج كيعجبني انا في لاصالاد، كيكون شويه مالح وفيه نسبه الدهنيات مزيانه، قطعوه طريف ونديروه في لاصالاد. والزيتون دائما فاش تشريو الزيتون دائما سيروا لي زانغريديون، قراو لي زيتيكيت، راه فاش كيقرب بنادم من لي زيتيكيت كيتعلم بزاف د الحوايج. راه كتكون فيها واحد الماده سميتها غلوتاماتو، انا راه ديجا قلتها في واحد الفيديو، هذيك ماده سامه ماشي مزيانه، كي بوتونسييو الصابور ديال الزيتون. الزيتون ما كيبقاش كيعطيوه الريحه مجهده ديال الزيتون، هي راه ماشي ريحته الحقيقيه، هو الزيتون عنده الريحه صوابي ماشي الريحه مجهده، دونك كيديروا فيه ديك الماده، وديك الماده راه مسمومه. انا دائما كنشري غير الماء والملحه وسميتو الزيتون. هذه غير باينه قوسان البنات. وغادي نقطع دابا شويه ديال لاصالاد، وغادي ندير فيها بويرو، غادي ندير فيها البويرو لحقاش ما قدينا ناكلوه نشريوه نشريوه لانه صحي بزاف، كيكون زي غالي شويه الصراحه، كاين مره كنشريه حتى انا كنديرو في لاصالاد. وصافي غادي نديرو بطيطه مسلوقه وغادي ناكومبانيوها مع الدجاج ديالنا. هذه هي الغديوه ديالنا اليوم. موي بيان ماما سكر الفرن، يلا قطعي بنتي طريفات. هاي هاي بنتي نسيت الفرشاطة، ماما كوخر ونها سيتو من تحت. البنات كنتقاسم معكم الطبله ديالي، ها هو الغداء ديالنا. الدجيجه ديالنا درناها في الفران حتى طابت وحمرناها في الفران. هذا اللوز البنات انا ما كنقليهش في الزيت، انا كنهزو كنمسحو مزيان وكنديرو في الفران يتحمر، كناكلوه محمر. الدجاج درت لاصالاد كومبليت، ها هي. وهذه البطاطا تيبيكا كاناريا كنديروا لها البيستو اللي درنا لكم، والفروتا بوستر الفروتا. بغيت نشارك معكم احسن معوض للكوكاكولا، فانتا، سبرايت بالسكر، هما هاد لي بواسون غازوز مزيانين كيعاونوا في الهضم. هادو كيجيو شويه حلوين ادول كورانتي، وهادو انا كنشرب هذا فيرغاس كيكون فيه الغاز، كاين ما بالغاز، هادي انتاج كاناريا ما فيه لا سكر لا والو. الا مشيتو المكونات ديالهم هذه ما فيهاش، ولكن هذه فيها، ها نتوما 0000. الواحد الا شرب بعدا ما يخافش لا من السكر ولا والو، ومن طون ما كيحرمش راسو من المشروبات الغازيه. وهو هذا البنات كامينو على سكويلا. Todas las mañanas, a veces arriesgando sus vidas, los niños heroicos se comprometen con el camino del conocimiento. Esto se... Si multiplico más de un número, debo sumar esto. Llevo dos. دابا غادي نبداو لا روتين ديال العشيه. صافي تجمع الكشوشات ديالها باش تمشي تدوش. زياد نسي كوخيتو.
بعد الروتين ديالها غادي نوريكم شنو كنستعملها في الشامبوان. وهادي هانتوا معايا صافي البنات. انا وجدت لها هنا البيجاما وسميتو هنا نحط لها الكريم ايدراتونت ديالها. هادي المشيطه ديال الشعر ديالها حيت هي عندها الشعر فريزي شويه، كنفكوا لها بهذا عاد كنمشط لها بهذا. وغادي ندير لها الزيت. هادي عندنا دابا هادي كل مره شنو كنديروا لها الصراحه ما كن يعني ما عندناش شي ماركه محدده. هاد المره خديت هاد لوريال كنستعملها ليا وكنستعملها ليها حتى هي. البنات كنستعمل هاد ماسكاريا، كندير لها هادي دكايوس خرجت لنا زوينه، والشامبوان تيموتي زيرو بارابين جا مع الشعر ديالها. مره كندير لها غارني مره تيموتي، ولكن مؤخرا وليت كنستعملها غير هاد تيموتي. و لافينا هي عندها بو اتوبيك، دونك اتوبيك سيكا، ها انتما راه مكتوبه فيها بيال اكسترا سيكا يا اتوبيكا. الخال ديال الدوش هي كدوش الصراحه الراس، انا غير كنمشط لها الشعر وصافي. نور يلا ماما لبس البيجاما ديالك يا ورا تبينو البيلو فالي واخا يا هلا حبيبه. غادي نشف لها شعرها، لبسات حوايجها غادي نطلعو شوية البنات باش يبان الشعر ديالها. شعرها طويل ما كتقدرش تمشطو ليا بوحدها، وانا كيعجبني ندير لها الريتوال ديال كنمشطو لها مزيان. انا كنمشطو لها بشويته وكنمشطو لها بالاخرى وكندير لها الكولا مزيان ما كتعرفش ليا يعني تمشط مزيان من راسها هي. فاش كنكون انا في الخدمه دابا معباها اللي كيديها لابيسين ولا غير كدوز من الفوق وصافي على شعرها. راه كل نهار كدوش يعني الشعر ما غاديش يكون مخبل، كيتمشط الصباح وكيتمشط في العشية. تبارك الله راه كبير ليها الشعر، فاش كانت صغيره كان عندها شعر مفريزي وصغيور، قلت راه ما غاديش يكبر ليها كاع. تبارك الله ما بغاش تقطعو هي، قلت لها نقطعو لكبنتي غير شويه ولكن ما بغاش تقطعو. قلت لها صافي الا بنتي يكبر ورا ما يقطع كيكبر صافي كي هي كيعجبها هاد الايام ندير لها الكوليطا. وندير لها الضفيره ومن بعد ندير لها المونيا. دابا غادي نسالي لها الشعر، خصها تمشي دير شويه ديال التمارين. عندها واحد الدفتر صيفي ديال التمارين في الصيف، يعني فيه شويه من الانجليزيه شويه من الماط وشويه من سوسيال شويه من لينغوا، يعني كاع المواد اللي كيقراوهم في السنه باش ما كينساوش، لان راه شفتوا دابا راه تبارك الله راه شهر سبعة كامل وهما عطله، ما كاين غير اللعب ولابيسين والبحر والرياضه، و خصهم صافي يبداو يرجعوا
يراجعوا المسائل ديالهم باش فاش يدخلوا المدرسه ما يكونوش يعني مديكونيكتين تماما، بحال لا ملتيبليكاسيون خصهم يرجعوها، لا ديفيزيون الانجليزيه خصهم يرجعوها، سينو راه غادي يدخلوا تبارك الله اش غادي نقول لكم، يبداو معاهم عاوتاني من الصفر. راكو عارفين الدراري في الصيف كيبقاو مقابلين غير اللعب، وبنادم راه النهار كامل راه طويل شحال قد الواحد يعني خصنا الصراحه نعمروا لهم الوقت ديالهم باش ما يقنطوش، حتى هما كيقنطوا مساكن. والدراري الصغار خصهم يسجلوا في المخيم، انا البنت ديالتي درتها في المخيم الصيفي حتى نص النهار، ومع العشيه عندها الساعه ديال السباحه عندها على طول العام، من دابا من 5:30 ل 6:30، وفاش كتبدا المدرسه كنخليوها من 5:30 من 4:30 ل 5:30، لان كتخرج معاها الجوج وكتمشي واحد النهار يومين في السيمانه كدير سباحه ويومين كدير تيمبلي الكونسيرفاتوار الموسيقى. راه سينو تبارك الله راه يقابلو غير التلفازه واليوتيوب، وراكو عارفين والطابليت ها نتوما، دونك خصنا نراقبوا لهم شويه شنو كيشوفوا، ونراقبوا لهم يعني يكونوا تحت لوبسيرفاسيون، وهذا ما كان. عين ماما عين، هذا هو الكتاب اللي قلت لكم ديال فاكاسيونيس، هي عندها هذا العام في الثالث غتطلع للرابع، طلعت للرابع، كان عندها المقرر ديال اس ام اي، انا غادي المقرر ديال اس ام اي، وهذا كيتسمى فاكاسيونيس الثالثه ابتدائي الريباسو ديال الماطي، ولكن فاش كنفتحوه كتلقاو كلشي، فيه الانجليزيه فيه سوسيال فيه كلشي ليكتور فيه كلشي، وهي راه كانت كدير التمارين كدير كل نهار شويه حتى تدخل المدرسه اللي بقى لها من العطله 15 يوم ديال اوت والسيمانه الاوليه ديال سبتمبر. نور افي مو استا وخيطه، نديرو هاد الورقه ماما، هادي ما فريستا يستا فالي استا سي استا يا لا سيتو بوي هيستا يستا لا مو فريستا فالي مينغا. وهو هذا البنات الروتين ديالنا كملناه اليوم، وتهلاو في راسكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشيروا لنا بلايك وتنخرطوا في القناه ديالنا، نكونوا شاكرينكم بزاف بزاف البنات، وكنشكروا كاع المنخرطات اللي زادوا معنا في القناه ديالنا، كنشكروهم من كل قلبنا، كيشجعونا وكيحمسونا بلي كومونتير ديالهم وكل شيء. مع السلامه.